عمرو فاروق نائب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، برحب بيك على شاشه قناه الاهلي في هذا اليوم الحدث الاجتماعي الجميل داخل فرع النادي الاهلي في الشيخ زايد. والله اول حاجه بشكركم، دايما متواجدين منورين الدنيا دايما قناه النادي الاهلي الحقيقه في كل مكان، دايما بتواكب كل حدث بيحصل الحقيقه في كل فروع النادي الاهلي. النهارده احنا موجودين في فرع زايد، مهرجان الحقيقه من كل الحقيقه مشارك عدد كبير جدا من الساده الاعضاء، اعمار سنيه مختلفه متواجدين معاهم، خطه كامله الحقيقه الحمد لله رب العالمين في التواجد والتواصل مع كل اعضاء النادي الاهلي في الثلاث افرع، الجزيره، مدينه نصر، زايد. النادي الاهلي دايما زي ما بيقولوا دايما في القلب، في قلب كل الاعضاء، في قلب كل مجلس اداره، الحمد لله رب العالمين الامور اعتقد ماشيه للافضل. ان شاء الله كمان يكون الشهر ده مع نهايه الشهر ده الكابتن محمود الخطيب ان شاء الله يعلن عن الانشاءات الجديده ان شاء الله في الثلاث افرع من خلال المؤتمر، ان شاء الله يبقى كبير جدا، نبدا على طول تاني يوم على طول نبدا الاعمال الانشائيه بتاعتنا باذن الله رب العالمين. اعتقد ان شاء الله يعني هيكون ليها اثر ايجابي جدا عند الساده الاعضاء على مستوى كل الافرع بتاعتنا، المركز الرئيسي ومدينه نصر وزايد. ان شاء الله كمان ان شاء الله باذن الله نتحرك في التجمع الفتره الجايه بشكل اسرع من كده، كمان بدات تتحط الخطط بتاعته على اعلى مستوى الحمد لله رب العالمين. ان شاء الله كده الكابتن محمود الخطيب يتواجد بالسلامه باذن الله داخل جمهوريه مصر العربيه بكره ان شاء الله باذن الله، يجي بالسلامه بصحه طيبه جدا، بنطمن كل جماهير النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي كابتن محمود بخير، وان شاء الله باذن الله رب العالمين يتراس الاجتماع مجلس الاداره القادم، وان شاء الله عندنا عدد من الاجتماعات يوم الاحد باذن الله رب العالمين معاه في العديد من الموضوعات، فان شاء الله باذن الله رب العالمين الامور تكون افضل وافضل ان شاء الله الفتره الجايه باذن الله. جهد مبذول وعمل متواصل منذ اليوم الاول في شهر ديسمبر، خلال شهرين احاديث كثيره وانجزتوا العديد من الامور وداخلين في مشروعات كثيره خلال الفتره القادمه. قبل ما انتقل الحديث على لجنه الرواد، ما هو منتظر خلال الايام القادمه قبل اعلان الكابتن خطيب في المؤتمر الصحفي التفاصيل خلال الايام القادمه؟ لا، حاجات كثيره الحقيقه، ملفات كثيره اتحطت واتدرست كويس وتجهز لها مشروعاتها وجاهزه زي ما بيقولوا كده للضغط على زر الانطلاق. يمكن احنا في انتظار بس كابتن محمود الخطيب ان شاء الله باذن الله يجي بكره زي ما انا قلت بالسلامه. عندنا العديد من الملفات هتعلن مع نهايه الشهر ده، ملف كمان طبي على مستوى طيب جدا 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 الحال الساده الاعضاء، ان شاء الله باذن الله هيعلن بتفاصيله، مش حابب ان انا اتكلم في التفاصيل عشان ما احرقهاش، انما ان شاء الله حاجه على اعلى مستوى ما حصلتش في ولا نادي على مستوى جمهوريه مصر العربيه باذن الله رب العالمين. عندنا ملف الانشاءات الحمد لله رب العالمين السنه الاولى الحقيقه بتضم عدد كبير جدا من الانشاءات على مستوى ثلاث افرع بشكل جديد خالص، بشكل مختلف عن الانشاءات يمكن اللي كانت في الفتره السابقه على المستوى تاريخ النادي الاهلي، بدا يتعامل تصور كامل لشكل منشا النادي الاهلي، ازاي المنشا نفسه كمان ينتمي النادي الاهلي باللون الاحمر بشكل مختلف بوضع تاني. الحقيقه العديد من اللجان بدات تشتغل، بدات تعلن عن انضمام اعضائها، يمكن لائحه جديده للجان كلها النهارده، 50% من اعضاء اللجان شباب، 20% من اعضاء اللجان مراه. عندنا احداث كتيرة، عندنا اربع بطولات الحقيقه هينطلقوا في شهر 3 واول 4 بطولات افريقيا النادي الاهلي بينظمهم، اليد والطايره رجال وسيدات، عديد جدا من الساده اعضاء النادي بيشاركوا الحقيقه في التنظيم على كل مستويات. بنفتح الصاله المغطاه لجماهير النادي الاهلي بشكل معين تم الاعلان عنه بالامس من خلال رئيس اللجنه العليا للبطوله. الحقيقه العديد من الملفات بتتحرك على كل مستويات، فريق الكره الحمد لله ماشي بشكل طيب جدا، بيتم تدعيمه على طول، في تقييم كامل، اكاديميات النادي الاهلي اللي هتتحرك في الفتره الجايه في كل حته. كل دي الحقيقه موضوعات كتيره الحقيقه، وفي موضوعات اخرى واخرى واخرى، ومشروع برضو النادي الاهلي اللي هو المفروض الناس كلها منتظراه، الاهلي سيتي، المفروض في اجتماعات كتيره جدا بتتم خلال الفتره الحاليه الحقيقه، وان شاء الله هيتم الاعلان عن تفاصيل قريب باذن الله رب العالمين بشكل اكبر واوضح من خلال الكابتن محمود الخطيب. اعتقد الحمد لله رب العالمين شهرين مكثفين جدا، انطلاقه حقيقيه للنادي الاهلي بزاويه مختلفه، بيتم النهارده لجنه جديده بتستحدث، لجنه الخدمه المجتمعيه على مستوى مصر كلها الحقيقة. ازاي النادي الاهلي بقى ليه دور اجتماعي مع جماهيره مع اعضائه، ليه دور وطني كامل متكامل مع كل جموع الشعب المصري، ازاي يدعم الدوله بشكل قوي جدا في ظل الظروف الحاليه، محتاجين وقفه النادي الاهلي بجماهيره بكل حاجه تجاه بلدنا بشكل طيب جدا، نلتف حوالين رئيس الجمهوريه بشكل قوي، محتاجين ملفات كثيره الفتره الجايه. الملف الحمد لله مليء بالمجهود وبالشغل اللي بيتم داخل غرفه مجلس اداره، 12 عضو مجلس اداره على مستوى طيب جدا الحقيقه، كل الناس بتشتغل، كل الناس روح واحده، تيم ورك واحد، لجان كتير
كتير الحقيقه بتشتغل، بتفعل، متواجده داخل النادي في كل الافرع بتاعته. اعتقد الحمد لله رب العالمين الامور ماشيه بالشكل اللي احنا حاطينه في الخطه بتاعتنا وبنفس البلان بتاعنا وبنفس التواريخ، وملتزمين بتواريخنا ان شاء الله اللي احنا اعلناها في كل ملف قلناه باذن الله. جزئيتين مهمين مؤسسه الاهلي المجتمعيه للمجلس الاداره بيشرع فيها في التنفيذ خلال الايام القليله القادمه، ودي مؤسسه هتبقى جديده على الوسط الرياضي والاهلي سباق كالعاده. والجزئيه الثانيه لاستاد النادي الاهلي هيكون محور الحديث في المؤتمر الصحفي، هناك جديد خلال هذا الشهر ان شاء الله باذن الله يا رب العالمين. في حاجه كمان مهمه جدا، وهي انطلاق قناه النادي الاهلي بالشكل الجديد بتاعه بشكل كبير، بشكل كمان هيبقى افضل ان شاء الله باذن الله يا رب العالمين. يمكن كانت الاسبوع اللي فات مجتمع شركه الاهلي الاعلامي مجلس اداره الخاص بالشركه اللي هي تمتلك القناه، بالفعل في اجتماع تاني ان شاء الله باذن الله برئاسه الكابتن محمود الخطيب الاسبوع دوت، بتتحط الخطه الجديده بشكلنا الجديد ان شاء الله باذن الله رب العالمين. اعتقد ان شاء الله قناه النادي الاهلي الفتره الجايه هتكون بشكل مرضي جدا لجماهير النادي الاهلي والاعضاء النادي الاهلي باذن الله رب العالمين. كلمه في الختام للجنه الرواد في فرع النادي هنا في الشيخ زايد، والختام اليوم الجميل النهارده الدور المجتمعي لاعضاء النادي ومشاركتهم ومشاركه مجلس الاداره في هذا الملف. اقول لهم هو ده الحقيقه الهدف كان بتاعنا في برنامجنا عائله الاهلي، عائله الاهلي الكبيره كله متواجد، اعضاء النادي الاهلي بتشتغل مع مجلس اداره مع اداره النادي، كل واحد ما عندناش فروقات، ما عندناش فرق ما بين مين موجود ومين مش موجود، كلنا مجموعه عمل واحده، كلنا في الاخر بننصب تحت اسم عائله النادي الاهلي الكبيره بكل اوضاعها باسمائها بشخصياتها برموزها بكياناتها باعضائها. اعتقد الحمد لله رب العالمين هي دي الروح الطيبه اللي احنا دايما النادي الاهلي بيتسم بيها. شكرا معالي الوزير على انك خصتنا بهذا اللقاء وهذه التفاصيل الهامه جدا. ميرسي جدا لوجودكم، ميرسي لذوقكم، ميرسي لقناه النادي الاهلي، دايما يا رب دايما يا رب تبقى موجوده في كل احداث النادي الاهلي.